انت بتاكل ايه دلوقتي؟ سميد. سميد بدقه. ما شاء الله والله. والله السداد دي احسن اكله والله. يعني ما بياكلوش حاجه يعني اكتر من كده يعني. طب اسم حضرتك ليه؟ عشان نتشرف بيك. اي اسم وخلاص. شبكه يقين الاخباريه بترحب بيك وتقول لك اسمك ايه؟ حياتي ايه بقى؟ شبكه يقين. يقين دي فين دي بقى؟ يقين على الفيس وعلى اليوتيوب. اه اسمه فاطمه. فاطمه ايه بقى نازله النهارده ليه؟ نازله النهارده عشان نشتكي. عشان تشتكي ايه؟ انا مش عارفه انت مين تبعي. وريني الاول. انا نفسي كان سبتك تاكل السميط والملح براحتك والدقه ونكمل بقى حضرتك كده. مش عارف انت اكلتي كده 100 100. انا باكل سميط ودقه. عرفي نفسك. انا اسمي فاطمه. اتفضلي يا ملك. انا بشتكي عامه من رؤساء الاحياء الرئيس الحي بتاع وسط حي وسط القاهره اللي هو صلاح عبد المعز سالم. عندي مشكله تحت بيتي لغايه وقتنا هذا من قبل الثوره وهو متهدنا ولا في اجراء بيتعمل ولا اي حاجه ولا اي اجراء ولسه موجود لغايه دلوقتي. انا مش عارفه ليه. طب ايه هي المشكله؟ مشكله مخالفه تغيير نشاط. تغيير نشاط. الاصول تغيير النشاط يتعمل فيه اجراء قطع المرافق وقطع الكهرباء وقطع كل حاجه. يعمل اجراء وغلق كله. متواطئ مع اللي هو المستاجر من عندنا. شفتوا الاحياء دول اتغيروا بيقولوا؟ لا المجالس المحليه. مجالس محليه. انما الاحياء لسه موجودين. الاحياء اللي هم لسه في الحي يعني. انا 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 تبع منطقه معينه. هو ده رئيس الحي بتاعنا. رئيس الحي استبداد. يعني رؤساء الحي زي ما هم. رؤساء الحي زي ما هم. يعني انت هتقوم الثوره بقى على رؤساء الحي؟ لا انا بتكلم انا بتكلم على رئيس الحي بتاعي واحد. اسمه تاني؟ اللواء صلاح. اللواء شرطه ده ولا اللواء جيش؟ ده اللواء شرطه. اللواء شرطه السابق يعني. هو مازال في الجيش. ما هم كانوا بياخدوا اللواءات. بيكافئوهم. حي وسط. بيكافئوهم يعني. بيكافئوهم. وما زال لغايه دلوقتي بيكافئوهم. يعني بقى له دلوقتي 4 سنين. قاعد ليه؟ قاعد بيعمل ايه؟ ايه الاجراء اللي انت كويس اللي انت عملته؟ ايوه. وبعدين محافظ اتغير. نائب محافظ ممتاز بصراحه ما كلمه الحق اتقال. نائب المحافظ المنطقه الغربيه ممتاز ممتاز ممتاز. ليه انت بقى ما غيرتش ليه رئيس الحي بتاعنا؟ هو ما يعرفش بقى. فلازم تعرفي صوتك ترفع صوتك ان رئيس الحي فلان الفلاني ده. رئيس الحي وصلت. اللي وصل مين بقى؟ بس نتمنى ان ما يكونش يعني يكون نائب المحافظ المنطقه الغربيه يقعد لان شخصيه ممتازه 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 لان هم دايما البلد بتاعتنا الحلو يمشوه والوحش يخلوه. ان شاء الله يجي بصراحه. ده اللي بيحصل يعني في بلدنا. شكرا.